المرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم حوالين حاجة اسمها الديدلوك. قلنا يعني ايه الديدلوك يا جماعة؟ قلنا باختصار الديدلوك ده معناه ان في عندي دايرة، الدايرة دي تبقى حاصلة اثناء عمل البروسيس اللي ظهر عندي. يعني ايه؟ يعني لو قلت لحضراتكم انا عندي مثلا 4 أو 5 بروسيس ظاهرين شغالين رانينج، البروسيس دي وهي رانينج ممكن تكون في بعض الاحيان بتبقى منتظرة ريسورس محدد، لو الريسورس دوت ما جالهاش هي بتفضل منتظرة فترة طويلة قوي. خدت مع بعض المره اللي فاتت مثال صغير كده وريت لك قد ايه الديدلوك هو ممكن يكون صعب لو انا عندي سيرفر مثلا، وقلنا كمان ان الديدلوك دوت مهم جدا ان انا لازم ازاي اعرف اعمل ديتكشن ليه، يعني ازاي اقدر اكتشف الديدلوك ده. تعال النهارده نحاول نخلص الشابتر ده قدر المستطاع، يعني هو احنا خدنا جزء كبير قوي منه يعني. طيب لما باجي اتكلم على كلمه ديدلوك، فالديدلوك هو ايه يا جماعه؟ الديدلوك هو عباره عن اني بحط توصيف لفكره اني عندي اكتر من بروسيس شغالين وفي حاجه بتمنعهم ان هم يشتغلوا مع بعض. يعني لو قلت لحضرتك يعني ايه كلمه ديدلوك، فهو عباره عن طريقه، الطريقه دي بتعمل بريفنت، بتمنع السيت اوف كونكرنس كونكرنت بروسيس فروم كومبليتنج ذير تاسك. يعني ايه يا جماعه؟ يعني لما يكون عندي اكتر من بروسيس شغاله، ده معنى كلمه كونكرنت بروسيس، في حاجه بتمنعهم من ان هم يعملوا كومبليت ذير تاسك، حاجه بتمنعهم من ان هم يكملوا المهمه بتاعتهم. طب في حالة إن أنا حصل عندي حاجة زي دي، يبقى أنا معنى كده إن أنا ظاهر عندي المبدأ بتاع الديدلوك. طيب لو أنا الديدلوك دوت ظاهر عندي بقى، إزاي أقدر أعمل أفويد ليه؟ إزاي أقدر أمنع حدوثه؟ أو إزاي أقدر أكتشفه في حالة إن هو موجود؟ هي دي الفكرة بتاعت بريفنتنج أند أفويدنج ديدلوكس. إزاي أقدر أمنع الديدلوك ده من إنه يحصل عندي في البروجرام بتاعي أو في الكمبيوتر بتاعي؟ وهو ده الألجوريزم الجديد اللي إحنا هنتكلم عليه النهاردة. طب تعالى أفكر حضراتكم، إحنا قلنا إيه قبل كده؟ احنا قلنا ان السيستم بتاعي ممكن يكون فيه عدد من الريسورسز. يعني ايه عدد من الريسورسز؟ قلت لحضرتك يعني بيكون في عندي R1 R2 R3 R4 اي عدد من الار، والار دي عباره عن ايه؟ الار دي ريسورس هاردوير موجود عند حضرتك، يعني ممكن يكون محتاج يتعامل مع السي بي يو، يتعامل مع البروسيسور، ممكن يكون محتاج ميموري سبيس، ممكن يحتاج انبوت اوت ديفايس، محتاج برينتر، محتاج كيبورد، محتاج اي ريسورس من الريسورسز اللي موجوده عند حضرتك. يبقى انا عندي مجموعه من البروسيس ومجموعة من الريسورسز المتاحة عندي علشان أبدأ أشتغل على السيستم. اتفقنا إن دايماً البروسيس حاجة من الاتنين، يا إما بتكون عاملة ريكويست، يعني بتكون منتظرة طلبة ريسورس محدد، يا إما بتكون يوز، وده معناه إن هو يوز إن هو أسايند ليها، يعني هو أوريدي معاها وهيبدأ يشتغل، أو ريليز يعني خلصت وبدأت إيه تسيب. طيب تعالوا بصوا معايا إيه الحالات اللي ممكن وجودها يؤدي لحصول الديدلوك. لما اقول لحضرتك ايه الحالات اللي ممكن وجودها يؤدي لحصول الديدلوك، فانا بتكلم على 4 كونديشنز اساسيين. الفور كونديشنز دول وجودهم لازم يخليني يحصل عندي ديدلوك. ايه هم بقى الفور كونديشنز دول؟ قال لحضرتك اول حاجه فيهم حاجه اسمها الميوتشوال اكسكلوجن. طب احنا خدنا قبل كده يعني ايه ميوتشوال اكسكلوجن؟ قلنا معناها ان عندي اكتر من بروسيس ممكن يكونوا محتاجين يخشوا نفس المكان هو هو، ومش كلهم هيقدروا يخشوه. ليه؟ لان الجزء ده ممنوع ان حد فيهم يبدا يخش. طب لو جيت قلت لحضرتك معنى كلمه ميوتشوال اكسكلوجن بوجه عام هي ايه؟ معناه ان انا عندي بروسيس معينه محتله ريسورس محدد ومش مخليه حد غيره يبدا يشتغل عليه. زي ما قلنا لحضراتكم زمان يا جماعه، قلت لك بيبقى عندي جزء كده اسمه الكريتيكال سيكشن وفي بروسيس دخلته. طب هي دخلته وقعدت جواه، طالما هي دخلته وقعدت جواه بيبقى هي منعت اي حد تاني من انه يعمل اكسكيوت، او منعت اي حد تاني من ان هو يوز الريسورس الموجود عندي ده او يستخدم المصدر الموجود عندي ده اللي هو الجزء بتاع الكريتيكال ريجن. طيب عندي كمان مبدا مهم قوي، والمبدا المهم ده دايما يؤدي ان انا لازم يحصل عندي ديدلوك. ايه المبدا دوت يا جماعه؟ حاجه اسمها الهولد اند ويتنج. يعني ايه هولد اند ويتنج؟ يعني كل بروسيس معاها شويه مصادر وقاعده ماسكه شويه المصادر دول وهي منتظرهم ومنتظره حاجه غدا، فهي هولد، هي ماسكه الحاجه اللي معاها ومستنيه حاجه ثانيه. يبقى ده معناه ان البروسيس بتاعتي بتعمل هولد لاتليست 1 ريسورس، هي معاها على الاقل 1 ريسورس، وفي نفس الوقت هي اكواير اديشنال ريسورسز، يعني هي واقفه منتظره ريسورسز ثانيه. اتفقنا ان المشكله دي بتحصل ليه؟ لما بيكون في عندي حاجه اسمها النو بري امبيشن او النون بري امبيشن. يبقى النون بري امبيشن ده هو احد العوامل الاساسيه اللي لازم تخليه يحصل عندي ديدلوك. طب قلنا يعني ايه النون بري امبيشن يا جماعه؟ قلنا باختصار نون بري امبيشن يعني انا محترزه بالريسورسز اللي معايا وما بسيبهاش. طيب قلنا ان في حاجه ثانيه عكسها، قلنا ان الاوبريتنج سيستم يجي يقول لحضرتك لا انا هشتغل بمبدا البري امبيشن. يعني ايه؟ يعني انا هجردك من كل اللي معاك
مجرد ما هبدا اشتغل. يبقى انا طالما عندي نمبر انجيشن يبقى لازم عندي ديدلوك يحصل. اخر حاجه السيركلر ريت. يعني ايه السيركلر ريت؟ المره اللي فاتت لما بدانا ناخد شكل السيركلر ريت جراف قلنا مع بعض ان انا ممكن يبقى عندي بروسس، والبروسس دي منتظره ريسورس محدد، والريسورس دوت مع بروسس ثانيه، والبروسس الثانيه دي منتظره البروسس الاولانيه هي كمان. يعني ايه؟ يعني حصل عندي دايره. وقلت لحضراتكم حدوث الدايره دي قدام عينيك معناها ان في ديدلوك ظاهر قدام عينيك. يبقى دايما فكره السيركلر ريت ان انا عندي جراف هقدر ارسمها، وان الجراف دي لما هبدا ارسمها هقدر احدد اذا كان عندي ديدلوك حاصل ولا لا. طيب يبقى الديدلوك بيحصل امتى؟ بيحصل لما بيبقى عندي السيستم بيحصل له لوكينج، السيستم واقف. تعالوا بصوا معايا يا جماعه كده نبدا نشوف مثال بسيط قوي. لو انا جيت قلت لحضرتك ان انا عندي مجموعه من البروسيس، وكل بروسيس فيهم شغاله، عندي السيستم بتاعي فيه عدد معين من البروسيس، وفي عندي عدد تاني من الريسورسز او المصادر. قلت لحضراتكم ان انا عندي حاجه من اتنين، يا اما ريكوست ايدج يعني بطلب الريسورس ده، يا اما اساينمنت ايدج يعني الريسورس ده اوريدي خلاص هو مخصص ليا. تعال بص معايا على الشكل. اتفقنا المره اللي فاتت على الاشكال دي، وقلت لحضرتك ان الدايره معناها بروسيس. فباجي اقول مثلا ان انا عندي دايره اسمها بي 1، عندي دايره اسمها بي 2، عندي بي 3، اي حاجه انا عاوزاها. عندي كمان الشكل بتاع المربع او الشكل بتاع المستطيل هو رمز للريسورس. يعني ايه؟ يعني كنت باجي اقول لحضرتك انا عندي ريسورس اسمه ار 1، وكان الريسورس ار 1 دوت برمز له بالشكل بتاع المستطيل. قلنا كمان يعني ممكن الريسورس بتاعي يبقى فيه اكتر من انستنس. يعني ايه اكتر من انستنس؟ يعني ممكن الريسورس بتاعي دوت يكون فيه اكتر من فاليو ليه. يعني ايه؟ مثلا عندك اكتر من برينتر، ففي الحاله دي البرينتر بتاعتي ليها اكتر من ريسورس، بدل ما تطبع البرينتر دي هتطبع على غيرها والثانيه والثالثه والرابعه. او يكون عندك مثلا اكتر من هارد في الجهاز بتاعك. لو عندك اكتر من هارد في الجهاز بتاعك فانت ممكن تستخدم الاول او الثاني او الثالث او الرابع. فانا ممكن ارسم الريسورس بتاعي بالشكل ده واقول لحضرتك ار 1، وده معناه طالما انا عملته بالمنظر ده يبقى انا ما عنديش غير مصدر واحد بس من النوع اللي اسمه ار 1. لكن ممكن اقول لحضرتك المنظر ده كده واحط لحضرتك هنا نقطتين، وده معناه ان المصدر اللي اسمه ار 1 في منه 2 انستنس اقدر استغله مع 2 بروسس مختلفين، او شكل زي دوت مثلا، وده معناه ان هو في عندي 4 انستنس. قلت لحضراتكم ان البروسس ممكن تعمل ريكويست تطلب ار 1، ومعنى ان البروسس طالبه ار 1 يبقى السهم خارج من البروسس رايح ناحيه الريسورس. على العكس ان البروسس بتاعتي ممكن يكون اسايند ليها ريسورس محدد، يعني البروسس بتاعتي راح لها ريسورس محدد. الاربع اشكال دول هم الاربع اشكال الاساسيه للجراف. تعال بص معايا الجراف دي اسمها ايه يا جماعه؟ الجراف دي اسمها الالوكيشن جراف، او الوضع بتاع السيستم بتاع مين الوكيتد لمين، فاسمها الالوكيشن جراف. بصوا معايا على المثال الموجود قدام حضرتك هنا عشان نبدا نحدد اذا كان في ديدلوك حاصل ولا لا. احنا اتفقنا ان في شويه حاجات معينه لو موجوده لازم يكون في عندي ديدلوك. زي ايه مثلا؟ زي ان حضرتك اول ما بتشوف شكل الدايره انت بتتوقع ان انت عندك ديدلوك على طول. لكن خلينا متفقين على حاجه عشان بس نحطها قاعده قدام عينينا يا جماعه. مش معنى ان عندي دايره ان في ديدلوك حاصل. ليه؟ لان لو عندي منظر زي اللي قدام حضرتك تحت هنا ده، ان انا عندي الريسورس ده في منه اكتر من انستنس، او الريسورس دوت في منه اكتر من فاليو، ده معناه ان ممكن ما يبقاش في ديدلوك حاصل. يعني انت لما تبص لي على الرسمه دي كده وتلاقي هنا في دايره، هنا في دايره اهي. الدايره دي هل ده معناه ان في عندي ديدلوك حاصل؟ لا. اول خطوه بص على المصادر بتاعتك الاول. لو في مصدر منهم واخد الشكل ده يبقى انا هوقف اقول ده مش معناه ان في عندي ديدلوك. يبقى مش معنى ان انا عندي سيركلر، مش معنى عندي سيركلر ريت ان في دايره حاصله ان في ديدلوك. لا. لو عندي سنجل ريسورس بس، لو عندي كل المصادر احاديه، في الحاله دي انا عندي ديدلوك. طب لو عندي اكتر من مصدر في بقى في اكتر من فاليو، يعني اكتر من انستنس زي اللي موجود قدامنا هنا، في الحاله دي انا بقول ان انا ممكن يكون في عندي ديدلوك، هو افيلبل متاح، وممكن يكون ما فيش عندي ديدلوك. طيب تعالى بص معايا على المنظر اللي قدامك ده. المنظر اللي قدام حضرتك ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان البي 1 دي طالبه الار 1. حلو قوي. طب الار 1 دوت موجود مع مين؟ الار 1 دوت موجود مع البي 2. طب جيت قلت لحضرتك هنا البي 2 هي معاها مين؟ البي 2 هي معاها المصدر اللي اسمه ار 2، والبي 1 كمان معاها مصدر تاني اللي اسمه ار 2. طيب هل ده معناه ان في حد منتظر تاني؟ بصوا معايا كده يا جماعه،
البي 2 منتظره مين؟ البي 2 منتظره بي 3. خلينا نعملها مع بعض زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. انا عندي هنا البي 1 منتظره مين؟ البي 1 منتظره ار 1. طب الار 1 دوت مع مين؟ الار 1 دوت موجود مع بي 2، يبقى البي 1 منتظره بي 2. طب البي 2 منتظره مين؟ البي 2 منتظره الار 3. طب الار 3 موجود مع مين؟ الار 3 موجود مع بي 3. يبقى معنى كده ان نمره 1 منتظره 2 ونمره 2 منتظره نمره 3. هل هنا عندي سيركلر حصل؟ هل هنا في عندي ديدلوك حصل؟ لا. امتى يا جماعه اقول ان عندي ديدلوك حصل؟ لما اجي اقول لحضرتك هنا ان الارض ان البي 3 دي هي منتظره البي 1 او منتظره البي 2. يعني لو قفلت لك الدايره بالمنظر ده، ده معناه ان في ديدلوك، غير كده لا. طيب تعالى بص معايا على الشكل اللي قدام حضرتك. انا هنا بوري لحضرتك ايه يا جماعه؟ انا هنا بوري لحضرتك ان ممكن الريسورس الوكيشن جراف بتاعتي يحصل فيها ديدلوك وممكن ما يحصلش فيها ديدلوك. بص معايا كده، ادي اهو بي 2 بقت منتظره ار 3، والار 3 دوت كان مع البي 3، وجيت قلت لحضرتك هنا لا، ده البي 3 بقى خلتها تطلب ريسورس من الريسورسز، يعني خلتها تطلب الار 2. لاحظ معايا هنا بقى، لو جيت حبيت اعملها سمبليفاي او حبيت ان انا الخصها، هلاقي ان انا عندي البي 1 اهي، بي 1 بقت طالبه البي 2، منتظره البي 2، والبي 2 بقت منتظره البي 3، والبي 3 بقت منتظره مين؟ البي 3 بقت منتظره بي 1 او بقت منتظره بي 2. يبقى ده معناه المنظر اللي قدامي ده اهو، يبقى انا منتظره دي تخلص دي تخلص. طالما انا منتظره دي تخلص او دي تخلص، يبقى انا معناه كده ان انا عملت الديدلوك، قفلت الدايره بتاعتي. يبقى دايما حضرتك ما تتخيلش ان مجرد وجود الدايره هنا معناها ديدلوك، لا، حاول ان انت تثبت وجود الديدلوك ده، حاول انك تعمل ديتكت لوجود الديدلوك ده. طيب مش معنى ان عندي دايره ان في ديدلوك. تعالى هبصوا على المثال اللي قدامك ده. المثال اللي قدام حضرتك بيقول لك ايه؟ ان البي 1 هي منتظره مين؟ البي 1 منتظره ار 1 اهو. طب الار 1 دوت موجود مع مين؟ الار 1 دوت موجود مع بي 2. طب من غير ما اكمل، من غير ما اكمل، طب هو الار 1 موجود مع البي 2، بس البي 2 مش مستنيه حد. ده معناه ان اول ما البي 2 بتاعتي دي هتخلص، الار 1 ده هيبقى فاضي فهديه للبي 1. يبقى دايما يا جماعه امشيها بالمنطق، ما تاخدهاش بالشكل. طيب بص معايا كده، الار 1 او البي 1 منتظر ار 1، والار 1 ده واحده منهم مع البي 2 والثانيه مع البي 3. طب البي 3 منتظره مين؟ البي 3 منتظره ار 2، والار 2 مع بي 1. هل ده معناه ان الدايره دي اتقفلت؟ لا، مش معناه خالص ان الدايره دي اتقفلت، لان ببساطه اول دي ما هتخلص، اللي معاها هتعمل له ريليز، الريسورس اللي معاها هتسيبه، فطالما الريسورس اللي معاها هتسيبه يبقى هيروح لبي 1. كمان البروسس دي مش منتظره حد اهي، فده معناه ان اول دي ما هتخلص، الريسورس اللي معاها هتسيبه، وفي الحاله دي هبدا ادي مين؟ للبي 3. يبقى وجود دايره مش اشاره لوجود الديدلوك في حاله واحده بس. في حاله ايه؟ في حاله ان المصادر عندي ليها اكتر من انستنس. لكن في حاله ان المصادر بانستنس واحد بس، ده معناها ان عندي الديدلوك حاصل اكيد. طيب يبقى انا عندي قواعد بتقول ان في حاله ان في جراف، في حاله ان في عندي في الجراف بتاعتي سايكل، ده معناه ان لو عندي نو سايكل، لو مفيش اي سايكل حاصله، وده معناه ببساطه شديده ان انا ما عنديش ديدلوك. طب افرض ده ان الجراف كونتينا سايكل، افرض ان الجراف بتاعتي ليها سايكل، يبقى انا عندي حاله من اثنين. لو عندي one instance بالريسورس، كل ريسورس ليه instance واحد بس، فده معناه ان في ديدلوك خاص. لكن لو عندي more than one instance بالريسورس، يعني اكتر من instance للريسورس الواحد، فده معناه ان possibility of deadlock، يعني في احتمال ان يبقى في deadlock واحتمال يكون مفيش deadlock. طيب ايه الطرق اللي انا بستخدمها او الطرق الاساسيه اللي انا بعملها علشان احل بيها مشكله الديدلوك؟ احنا اتفقنا دايما يا جماعه ان اسهل طريقه لحل مشكله الديدلوك هو اني امنعه من البدايه خالص، او في حاله ان هو حصل والامر كان موجود واللي كان ببدا اشوف فيكتيم، ببدا اشوف ضحيه وابدا اضحي بيها. يبقى الحل عندي هو ان انا اعمل بريفنت اصلا الديدلوك من البدايه، امنعه اساسا من ان هو يحصل، او امنع اتجنب وقوعه. طب في حاله انه وقع وكان الوضع هو ده اللي حاصل، يبقى في الحاله دي ببدا اقول اللي حصل حصل. طيب نرجع تاني نتكلم حوالين، طب ايه هي الحاجات اللي انا لو ما مشيتش وراها، الحاجات اللي انا منعت حصولها، يحصل ما يحصلش ديدلوك. احنا اتفقنا ان انا عندي اربع شروط اساسيه
لحصول الديدلوك. ايه هم الاربع شروط الاساسيه؟ خليني افكر حضرتك. قلت اول حاجه الميوتشوال اكسكلوجن. يعني ايه ميوتشوال اكسكلوجن؟ قلت لك يعني يبقى بروسيس عندي بتنفذ حاجه محدده والباقي ممنوع من ان هو ينفذها، ففي الحالات دي اسمه ميوتشوال. طيب عندي كمان الهولد اند ويت، انا لو منعت الشرط ده مش هيحصل عندي ديدلوك. ثالث حاجه قلت النون بري امبيشن، لو منعت الشرط ده والسيركلر ويت، لو منعت الشرطين الاربع شروط دول مش هيحصل لي ديدلوك. يبقى ازاي اعمل بريفنت للديدلوك؟ ازاي امنع حدوث الديدلوك؟ ببساطه شديده حضرتك بتمنع حدوث الديدلوك عن طريق انك تمنع حدوث الاربعه كونديشنز دول. امنع فكره ان يبقى في بروسيس عندي عامله هولد اند ويت. هولد اند ويت معاها حاجتها وقاعده وساكته منتظره. طب ما انت طالما قاعده منتظره كده كده ماخد الحاجه اللي معاكي احسن. يبقى في الحاله دي حضرتك لو منعت، ازاي اعمل بريفنت؟ ازاي اقدر امنع الديدلوك؟ امنع الاربع شروط دول الديدلوك عندي مش هيكون موجود. طب اتفقنا كمان ان في حاله ان انا عندي هولد اند ويت، ده معناه ان اتفقنا ان ممكن يجي في عندي حاجه اسمها الاسترفيشن. قلنا يعني ايه استرفيشن؟ قلت لحضرتك يعني يحصل مجاعه، ان بروسيس تقف تنتظر ومش عارفه تخلص حاجه. يبقى انا لو منعت، لو قدرت اوصل اني امنع الاربع شروط دولت، يبقى ببساطه شديده انا منعت اصلا الديدلوك من فكره حصوله. يعني انا خلاص فكره حصول الديدلوك ما بقتش متاحه عندي. طيب ازاي اتجنب بقى حصول الديدلوك دوت؟ علشان اتجنب حصول الديدلوك دوت يبقى انا بعمل حاجه اسمها ديدلوك افويدنس. نفس الفكره اني ببدا امنع حصوله من البدايه. طب تعالوا بصوا معايا كده يا جماعه، لو انا عايزه امنع حصول الديدلوك من البدايه او اتجنب حصول الديدلوك دوت، ايه الحكايه؟ قال لك انت بتدور على حاجه اسمها يا اما ديدلوك افويدنس الجوريزم، يعني بتدور على احد الالجوريزم اللي تمنع الديدلوك افويدنس. ده زي الجوريزم مهم قوي هنتكلم عليه النهارده اسمه البانكر الجوريزم، وهو الجوريزم سهل جدا. يا اما اني ببدا ادور على الريسورس الوكيشن ستيت. يعني ايه الريسورس الوكيشن ستيت؟ يعني برسم الجراف اللي احنا لسه كنا رسمينها من شويه صغيرين، والجراف دي بتبدا توضح لي اني ريسورس رايح لفين او الوكيتد لمين او منتظر مين. فدي اسمها الريسورس الوكيشن جراف. طيب تعالوا نبص مع بعض على السيف ستيت. يعني ايه سيف ستيت؟ يعني حاله الامان. حاله الامان يا جماعه هي ايه؟ هي الحاله اللي بتكون كل الدنيا عندي ما فيهاش استرفيشن، كل الدنيا عندي ما فيهاش ديدلوك. طب امتى الحاله دي تحصل؟ ببساطه شديده الحاله دي تحصل لو انا جيت قلت لحضراتكم ان انا عندي مجموعه من البروسيس شغالين B1 B2 B3 اي عدد من البروسيس بتاعتي. الحاله دي تحصل بحاله بسيطه جدا، ان كل بروسيس immediately في الوقت الحالي اقدر اديها مجموعه من الريسورسز لحد ما تخلص. يعني ايه؟ يعني قال لحضرتك مثلا ان انا عندي بروسيس، البروسيس دي انا مسميها بي اي، والبروسيس دي هي دلوقتي حالا مش محتاجه انها تبقى واخده ريسورس محدد. طالما انت دلوقتي حالا مش محتاجه ان يبقى عندك ريسورس محدد، يبقى انت في الحاله دي مش محتاجه انك تنتظري لحد ما الريسورس دوت يبقى متاح لك. يعني ايه؟ يعني انا هجردك زي ما اتفقنا مبدا البري امبيشن، هجردك من كل اللي مع حضرتك لحد ما تخلص يبقى الريسورسز بتاعتك كلها جاهزه ابدا اديهم. يعني من الاخر كده يا جماعه بيتكلم في فكره انا ممكن اشتغل بمبدا تاني، بدل ما انت قاعد وحاجتك معاك انا همنع الهولد اند ويت، همنع فكره ان واحد يبقى مع حاجته وساكت منتظر. لا، لما تبقى حاجتك كلها كامله مره واحده هديهم لك كلهم مره واحده، وفي الحاله دي انا مش عامله هولد اند ويت. كده انا كسرت شرط من الشروط الاساسيه لحصول الديدلوك. بدل ما هاجي اقول ان مصطفى معاه القلم ويوسف معاه الكراسه، لا، انا هاخد الاثنين معايا ومش هشتغل ولا هخلي دوت منتظر وده منتظر، انا هدي الاثنين مره واحده لشخص محدد، وفي الحاله دي انا منعت حصول الهولد اند ويت، ما بقاش في حد معاه حاجه ومنتظر الثاني. يبقى في الحاله دي انا فكيت، انا كده بقيت في السيف سايد، بقيت في السيف ستيت، يعني بقيت في وضع امان، مش ممكن يحصل عندي فكره الديدلوك. طيب لما يحصل بقى انها تترمينيت، لما البروسيس الاولانيه تترمينيت، في الحاله دي هديهم للبروسيس الثانيه، وده معناه ان مفيش حد فيهم هيبقى داخل ديدلوك. طب في حاله ان انا البروسيس عندي في السيف ستيت او السيستم عندي في السيف ستيت، فده معناه طبعا ان مفيش ديدلوك. لكن في حاله ان انا عندي ان سيف ستيت، فده معناه ان البوسيبيليتي اوف ديدلوك از افيلبل. يعني ايه؟ يعني متاح عندي ان يحصل ديدلوك. زي كده بالظبط، لو انا في السيف خلاص اوكي الدنيا زي الفل، الجزء الرمادي ده هو السيف ستيت. قال لك لا، لكن لو انت في الان سيف ستيت، يعني انت كل واحد مع حاجته وساكت، في احتمال ان يبقى في ديدلوك موجود، لكن برضه في احتمال ان ما يبقاش في عندي ديدلوك. انما السيف ستيت انت تمام، الدنيا عندك بيس، ما فيش اي مشكله.
طب تعالى بصوا معايا، اتفقنا انا علشان اعمل افويد لي الالجوريزم، افويد لي الديدلوك، فانا عندي تو الجوريزمز انا بستخدمها. الالجوريزم الاولاني اللي هو الريسورس الوكيشن جراف، او الرسم بتاع الالوكيشن جراف اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، او البانكر الجوريزم ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. طيب تعالى بص على الريسورس الوكيشن جراف، انا هفكرك بس اتفقنا الكليم، كليم يعني يمتلك، يعني هولد او اسايند، هي دي كلمه كليم. فلما اجي اقول لحضرتك ان البي 1 ممكن يكون معاها ريسورس، او ان البي 1 ممكن يكون ريكوست فور ريسورس، منتظر ريسورس محدد، اتفقنا ان شكل السهم هو اللي بيحدد لي نوع العمليه. في المنظر اللي موجود قدامي هنا انا بقول لك ان البي دي منتظره از ويتنج فور ريسورس اللي اسمه ار 1. طب لو انا عملت كونفيرت بقى للايدج، يعني عكست الاتجاه بتاعي، في الحاله دي لو عكست الاتجاه ده معناه اني بقول ان البروسيس بي 1 assigned ليها الريسورس اللي اسمه ار 1 زي كده بالظبط اهو. في الحاله دي البروسيس دي هي عامله ريكويست اللي هو الخط المنقط ليه، عامله ريكويست للار 2 الار 2 وكمان هي assigned ليها الار 1. هو طلع لي رساله يا شباب ان احنا قدامنا يعني 10 دقايق والكونكشن هيفصل. في حاله ان هو فصل احنا هنرجع ندخل تاني على نفس اليوزر نيم والباسورد هم هم. طيب نكمل. يبقى انا في الحاله دي هنا الريكوست ده او الريسورس ده هو اسايند للبروسيس اللي اسمها بي 1، لكن هي بتعمل ريكوست للبروسيس للريسورس اللي اسمه ار 2. نفس الحكايه هنا، هي ريكوست للار 1 وهي ريكوست برضو للار 2. خلي بالك هنا ان البي 2 دي هي عامله اثنين ريكوست، هي مفيش حاجه اسايند ليها، يعني انا عندي هنا مفيش ديدلوك، يعني المنظر اللي قدام حضرتك ده مفيش عندي ديدلوك، دي ريكوست وده كمان ريكوست. طيب الانسيف ستيت، طبعا المنظر ده انا اقدر اقول انها سيف ستيت، يعني ما عنديش اي مشكله فيها. الانسيف ستيت بقى اهو ان انا عندي ريسورس، البروسيس دي الريسورس ده هي بتمتلكه وهي طالبه ده. طب في حاله ان هي طالبه ده بقى، ده مع مين؟ ده مع البروسيس اللي اسمها البي 2. يبقى ده معناه ان انا عندي ببساطه البي 1 منتظره الريسورس اللي اسمه ار 1، والريسورس ار 1 دوت مع بي 2، وبي 2 منتظره الريسورس والريسورس دوت مع بي 1. يبقى معنى كده ان انا عملت هنا سايكل في الحالات دي انسيف ستيت، يعني دي حاله ديدلوك. هو هنا طبعا بيبدا يشرح لحضراتكم نفس اللي انا كنت لسه قايلاه ونفس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. طب بصوا معايا بقى على الالجوريزم الجديد. ايه الالجوريزم الجديد يا جماعه؟ الالجوريزم ده اسمه البانكر الجوريزم. يعني ايه البانكر الجوريزم؟ البانكر الجوريزم قال لك ده بنك، بنك يعني بانكر يعني بنك. طب انا عندي بنك، طب البنك دوت فيه ايه؟ البنك دوت فيه الريسورسز بتاعتي، في كل الريسورسز اللي موجوده عندي. خلينا نتفق ان البانكر الجوريزم دوت بيستخدم امتى؟ مع المالتيبل انستنس. يعني ايه مع المالتيبل انستنس؟ يعني لما تكون عندي المصادر كلها من الشكل ده كده، عندك اكتر من دايره. طالما انت عندك المصادر بالنوعيه دي يبقى احسن حل ليها عشان تكتشف وجود الديدلوك هو البانكر الجوريزم. طيب تعالى بص لحضراتكم كده، هو البانكر الجوريزم دوت شكله ايه، او المساله بتاعته ممكن يكون شكلها ايه اللي منها اقدر احدد اذا كان عندي ديدلوك ولا لا. لما اجي اقول لحضرتك، سيبنا من الكلام ده هنرجع له تاني، هو ده الالجوريزم نفسه، يعني ده الشكل البانكر الجوريزم. طب ايه الشكل بتاع البانكر الجوريزم دوت؟ تعالوا نبص مع بعض الاول على المنظر اللي موجود في الجدول اللي تحت ده، لان الجدول ده اتفه ما يكون. بيقول لحضرتك ايه؟ انت عندك عدد من البروسس، ايه عدد البروسس اللي شغالين دول؟ عندك من اول البروسس اللي اسمها بي 0 لحد البروسس اللي اسمها بي 4. يعني انا عندي خمسه بروسس شغالين، بي 0 بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. طيب كل بروسس من البروسيسز دي واخده، كل بروسس من البروسيسز دي واخده عدد من المصادر. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي عدد من المصادر، عددهم كام؟ انا عندي ثلاث مصادر بس. عندي مصدر اسمه ايه؟ سميه ار 1، سميه ايه؟ سميه اي اس. عندي مصدر اسمه بي، عندي مصدر اسمه سي. طيب المصادر بتاعتي دي عددها قد ايه؟ قال لحضرتك انت عندك المصدر اللي اسمه ايه ده؟ في منه 10 انستنس. 10 انستنس، يعني ايه 10 انستنس؟ يعني الايه ده؟ اهو جوه 10 نقط. عندك
كمان مصدر تاني اسمه بي، جوه خمس نقط. عندك مصدر اسمه سي، والسي دوت جوه سبع نقط. يبقى ده معناه انت هنا بتتكلم على لو عندك مصادر كتير، المصادر الكتير دي كلها اكتر من انستنس، يعني كلهم في جواهم اكتر من انستنس. فبيحصل ازاي ده البنتر الجوريثم دوت؟ قال لك انا لما بيكون عندي اكتر من انستنس، ممكن ان كل انستنس فيهم يكون رايح لبروسس شكل، ممكن كل واحد فيهم يبقى مع بروسس مختلفه عن الثاني. طيب المنظر اللي قدامك ده غالبا هو المنظر اللي بيجي لك، هو ده الشكل اللي بيجي لحضرتك، الجدول ده. طيب بص معايا كده على الجدول ده، بيقول لك ايه بقى؟ ان البروسس الاولانيه دي اللي هي اسمها بي زيرو، واخده ايه؟ واخده زيرو من الريسورس اللي اسمه ايه، واخده 1 من الريسورس اللي اسمه بي، واخده زيرو من الريسورس اللي اسمه سي. يعني لو انا جيت رسمت لحضرتك كده البروسس اللي هي اسمها بي زيرو، ده بيقول لك ان البروسس دي واخده مصدر واحد بس من عند البي، من ده. طب خدت حاجه من فوق او خدت حاجه من تحت؟ لا ما خدتش. يبقى السهم بتاعي شكله كده، هي حصل لها اساين لريسورس واحد بس من النوع اللي اسمه بي. طب بص معايا على الريسورس الثانيه او البروسس الثانيه، البروسس الثانيه واخده 2 من المصدر اللي اسمه ايه، يعني خدت من فوق البروسس الثانيه اهي اللي اسمها 1، خدت 2 من هنا، خدت ده مثلا وخدت النقطه اللي بعدها اللي هو ده اهو، وخدت زيرو من ده وزيرو من ده. البروسيس اللي بعديها البي 2 خدت ايه؟ خدت 3 من المصدر اللي اسمه ايه، وخدت 2 من المصدر اللي اسمه سي، والبروسيس الثالثه والرابعه وهكذا. يعني هو بيدي لحضرتك هنا بيان بانهي بروسيس واخده انهي بروسيس واخده انهي ريسورس بالظبط. طيب بصوا معايا كده يا جماعه، بيقول لحضراتكم هنا ايه بقى؟ بعد كل حاله من الحالات دي المفترض ان انا باجي اقول هي كل بروسيس منهم الماكسيموم ليها كام؟ يعني هي اللي اسمها بي زيرو دي علشان تخلص كانت محتاجه ايه؟ هي علشان تخلص كان محتاجه يبقى معاها 7 من النوع ايه، وخمسه من النوع بي، وثلاثه من النوع سي. ايه ده؟ ده هي واخده واحد بس، هي واخده واحد بس من النوع بي. ده معناه ان البروسيس دي علشان تخلص هي كان لازمها كل ده. ده معناه ان البروسيس دي عشان تخلص قدامها وقت طويل جدا جدا جدا. طيب خلينا نبقى متفقين كمان ان عندي حاجه اسمها الافيلابل. يعني ايه الافيلابل؟ قال لحضرتك الافيلابل يعني اللي متاح عندي، اللي مش مشغول، عدد الريسورسز اللي مش مشغوله. طب انا جبتها منين عدد الريسورسز اللي مش مشغوله دي؟ تعالى امشي معايا كده خطوه خطوه. هنا بص معايا على الايه؟ الايه؟ 2 خدتهم البروسيس اللي اسمها بي 1، وثلاثة خدتهم البروسيس اللي اسمها بي 2، واثنين خدتهم البروسيس اللي اسمها بي 3. طب 2 وثلاثة واثنين يعني 7، يعني الايه اتشغل منه، 7. طب هو من البداية قايل لي ان انت عندك 10، لما يتشغل منه 7 يبقى الافيلابل عندي في الكام؟ في الايه كام؟ الافيلابل عندي في الايه 3. طيب امشي معايا على البي، البي 1 خدته بي 0 وواحد خدته بي 3. طيب يبقى هتشغل عندي من البي 2. طيب لما يتشغل عندي من البي 2 وهم كانوا في الاصل 5، يبقى اللي باقي عندك كام؟ يبقى اللي باقي عندك 3. تعالى بص معايا على السي، السي 2 خدتهم البي 2، وواحد خدتهم البي 3، واثنين خدتهم البي 4. يعني 2 و1 و2 يعني 5، اتشغل منه 5، هو كان اصله كام؟ كان اصله 7، يبقى الافيلابل عندي من السي 3. خلي بالك بقى الجزئيه دي هي الحل، الجزئيه دي هي الطريق بتاعي لحل المساله بتاعتي. طيب بصوا معايا الجزئيه دي هي الحل ازاي. الجزئيه دي يا جماعه انا ببدا امشي ورا المساله علشان اشوف مين فيهم اللي لو اديت لها دول تبدا تخلص. لو لقيت واحده فيهم لو اديت لها دول تخلص، يبقى انا حليت المشكله وخلصت وخرجت، وبعد ما خلصت بتسيب الريسورسز اللي ظاهره معاها. ولو ما قدرتش ولا واحده فيهم تخلص، يبقى انا وصلت للديدلوك وقلت ان انا عندي ديدلوك خالص. طب تعالوا نبص مع بعض. ايه المنظر اللي قدام حضرتك ده؟ ده النيدز. يعني ايه النيد؟ قال لك يعني اللي محتاجينه. كل واحده محتاجه قد ايه؟ طب جبت النيدز دي منين؟ جبت النيدز دي اني طرحت الرقمين دول من بعض. يعني ايه؟ قال لك يعني البي زيرو دي كانت عشان تخلص محتاجه ماكسيموم، محتاجه 7 و5 و3. هي كان معاها كام؟ كان معاها 0 و1 و0. يبقى هي كانت ناقص لها، هي محتاجه، تعالى نكتبهم كده على جنب،
النيد اللي فاضل لها، النيد بتاعي كانت محتاجه كام البي زيروز يا جماعه؟ كانت محتاجه 7 من النوع ايه؟ هي ما كانش معاها اي حاجه من النوع ايه، يبقى كانت محتاجه 7. كانت محتاجه الماكسيمم عندي 5، خدت منه 1، يبقى كانت محتاجه كام؟ يبقى كانت محتاجه 4. كانت هنا محتاجه الماكسيمم 3، ما خدتش منهم ولا حاجه، يبقى 7 4 3 ده النيد بتاع البروسيس اللي اسمها بي زيرو. بصوا معايا كده اهو، 7 4 3 ده النيد بتاع البروسيس اللي اسمها بي زيرو، نفس اللي احنا لسه حاسبينه. تعالى نحسب النيد للي بعدها، هي عايزه كام؟ هي عايزه 3 و2 و2. طب الثلاثه دول خدت منهم 1، يبقى هي فاضل لها النيد بتاعها كام؟ فاضل لها 1. الاثنين كانت عايزاهم ما خدتش منهم ولا حاجه، يبقى 2. الاثنين الاخيره كانت عايزاهم ما خدتش منهم ولا حاجه، يبقى 2. يبقى النيدز بتاعتي 1 2 2 اهي، 1 2 2. يبقى انا عملت ايه هنا؟ يبقى انا عملت النيدز بتاعتي. يبقى انا هنا هبدا اول خطوه اعملها ان اطلع حاجه اسمها النيد، الاحتياجات اللي فاضله لكل واحده فيهم علشان تبدا تشتغل.